الذهب يا ريشينيرو في سمعكم ريشينيرو ثم الذهب يا الجميع يعلم انه الجزائر عندها سفيرة امريكا، سفيرة امريكا في الجزائر، عايشة شي كورة في الجزائر، تروح تقابل ولاد، تدور في الولايات، زارت ولايات اكثر من من رئيس الجمهورية. الجزائر، واسمع مليح اسمع مليح اسمع مليح اسمع مليح، السفيرة الأمريكية في الجزائر هي تطلب تشوف التبون، مش يطلبوا يقبل، تطلب تشوفهم باش عبالك عجبها بوغوس ولا لا، باش تستجوبوا، باش تستنطقوا، نعم واش هاني واش هاني واش هاني، ماشي راح تشرب معاه كاس روج ولا كاس اتاي، نو رايح تعزرو، طلب منو توضيحات في بعض القضايا، تطلب تشوف قائد اركان الجيش نفس الشيء يفتح الباب، المفروض قال حبس سي سفيرة ماكش مراقب عسكري، وعلاش تحوس تشوف قائد أركان الجيش؟ كانش هادي عمرها ما صرات سفير يمشي يطلب يشوف قائد أركان الجيش، كانش ما تحصلش هادي، تمشي وتجتمع مع الآخر، تروح تصدم على جرايد وعلى قنوات تلفازية وتشوف وكذا، ساكتين. يوم 4 و6 مارس السفيرة الأمريكية الجزائر مشات حضرت الاجتماع اللي دار في واشنطن بين عساكر، اجتماع تاع عساكر سيدة إليزابيث مور ما عندهاش، وعلاش تحضر؟ تجي من الجزائر تطلع لواشنطن وتحضر، احنا ما شفناش السفير الجزائري يجي من واشنطن ويحضر اجتماع ما بين عساكر جزائريين وامريكان، شفناش سفير جزائري يجي. لا حبس اسمحوا لي، لا في واشنطن وما حضرش، في واشنطن وما حضرش، حضرش ما يطلبش يشوف جو بايدن، لا ما يطلبش يشوف قائد أركان الجيش الأمريكي ولا كاتب الدولة للدفاع الأمريكي أبدا، اش قاعد يدير؟ تعرفوا شكون سفير الجزائر؟ دابا نقول شكون سفير الجزائر في واشنطن؟ سفير الجزائر في واشنطن يقول له محمد حناش، محمد حناش هذا عايش غير في الخارج، الألمان، إسبانيا، بروكسل، واشنطن، ما يدخلش ما يدخلش، ولكن المفروض في سنة 1995 كانوا يدخلوه وانتهت عليه السفارة، ما بقاش يمثل الجزائر، علاش؟ هذا سي محمد حناش سفير الجزائر في الولايات المتحدة الأمريكية، لما كان سفير الجزائر في مدينة بون الألمانية، مرته
ونسيبته يعني مات مرته راحوا يقضيوا في المونوبري سرقوا اوروبا سرقوا فستان elles ont volé une robe l'épouse de l'ambassadeur et sa maman لما حكموهم دونك تاع السيكوريتي تاع المونوبري في عود يغلقوا فمهم وقال تحكمتو ديروا بروسي وسلام لا قالت له جو سوي ليبوز لامباسادور دالجيري ايوا عم بالها يعني تخلعوا قالها جابك يا ربي خلصي 300 ديتش مارك بروسي بكري ما كانش في الروف 95 خلص بروسي 300 ديتش مارك وراحت و المسؤولين تاع البياندي تاع الاجهزة تاع المخابرات الألمانية عيطوا الممثل المخابرات الجزائرية في ألمانيا في ذاك الوقت كان كوموندون محمد السمراوي المدعو الحبيب يعيطوا له يقول له يا ولدي ها واش حدث ماذا بيك؟ ما عم بالهم الجزائر دولة هي بدات نهار 95 حرب أهلية تكفي في بعضها ماذا بيك تقول المسؤولين تاعهم يسحبوا هذا السفير لأنه ما يمثلش الجزائر عنده وجه يمثل به الجزائر محمد السمراوي يدخل عند السفير من محمد حناش ويقول له يا ولدي فوالا واش قالوا لي جماعة البي ان دي المخابرات الألمانية كي حكى له نعاود لي فيها محمد السمراوي اللي ماشي وحده راجل طاح نهار قال له يا خويا محمد استرني يا خويا كذا ايه ما تكتبش ما تقولش ومحمد السمراوي خدمته زفاف محمد السمراوي ممثل مخابر جزائر زفاف ما يقدرش ما يزفش انا عارفه مليح شنو دار معايا لانسبكسيون دار معايا لانسبكسيون في بليده تسع شهور انا كنت نزارتي ديما العشيه نزارتي او باش يسمع فيا خويا محمد راتي كان يلعب معايا الهوند في ليفور انا كنت نسبسبه بالهوند ما نروحش نضربني ونعطيها الصوت نرجع من البيت نحوس وبيان نحبط لدزاير ونحب نرجع العشية ودي فوا نبات في الدار ونجي الصباح الستة قبل لاسومبلمون ولا واحد ما ليليف دو جور ليليف دو سومان يزفني ما قال لعب بودينا ما قال ديريكسيون دو سبور هادي كانت يعني راهو راح ينطريني والعشية وقت لاسومبلمون تاع العشاء قالوا يتعشى باسكو حنا لي سبورتيف كنتعشاو في الماس دي زوفيسيين تسمى ما ناكلوش في لوردينار 5-5 نضربو البيف تاعك و شو كنا لي سبورتيف اي با في 19 جوان نشفى عليها كان 19 جوان اي زارتيت انا زارتيت وبعد خدمت لي الصباح الستة ونص سبعة كنت في كازا كنت في ليفر وكان محمد السمراوي الى السمان قلت له واش محمد قلتني ابسون قال لي ايه لا غالب كان بزاف قلت له كان بزاف ريزون دو بلوس ما تحطنيش انا صاحبك يجي عندي للدار يخرجوا بيرميسيون هكذا منا وتزفني زفاف لا علينا توسا ما قضى لي والو زدت عاود خرجت ورحت شتني شافي فينال لي اسما نونتونت الله اعلم مي لي اسما سير فينال كوب دالجيري 78 19 جون 78 لا مين شاف في لا فينال كوب 79 فينال كوب دالجيري لا مين شاف في لا لي اسما بورتو ماشي مولو ديال العام مي فادي با جو رات لا فينال كنت انا قاعد كاع لي فينال نحضر السمراوي لما قال له حناش يا ولدي استرني وكذا منا
شرا راح دار شرا له شان ستيريو كحلاش تابعيني في دار سمراوي كي دخلني عندو الدار في 2001 قال لي هاي ذكرى شان ستيريو اللي شرا لي حناش باش ما نزفوش. قال لي انا ما قدرش قيدت به تقرير. لما دير به تقرير كل يحبوا يدخلوا سمراوي لانه تدخل واخي قلنا لكم ما تكتبوش بالصفا غادي يدورها. راجل يقول لك هذا خلاص ما بقالوش يمثل الجزائر هذا محمد حناش ما بقالوش يمثل الجزائر هذا مرتو ونسيبتو سرقو المفروض يدخلوهم. لا هو يريح قالوا له محمد سمراوي تحتمت عليه خاف يدخل تحتمت عليه ولا قال اني زارطيت هو ماهوش تاع كونفرونتاسيون تاع بوليتيك دارنا من 95 نزارت كي طلعت في 2001 قلت له انت واش ما هدرت ما قال لي انا عندي دراري خاف قلت له انا عندي مطوطه وينا الله سبحان الله اتكلم اتكلم من راجل وحبس لما خرج الكتاب هذاك خرجوا وعاود سحب وندم ومازال ما دار اوكين سيونس ديكاس اوكين كونفيرونس ندم يعني شغل كليل تورد حما رشاد دخلوهم معاه كمؤسس قلت لهم ما تحطوا ان جوني الاخر الراجل كان يعذب الناس على بالي به يعني بعد تفضح لي نقلوا في الكلام شتو فضح روحي قال لي وي ريزون ديتا اه وي قال دكتور قتلت كان هو مسؤول على المخلص تاع شاتو نيف تاع التحليل يعني تاريخ مرمق كاع. المهم ملي قلت يا ترمينا بيناتنا راح نمسخ يديه بالدم ما يدروش بيا انا دوك ماهوش تاع ولا زعما سحب وطلب نازيل بورتيك داه في سمان ما تميزرش عليه كيما الرجال جات ميزات سنة بالعام وبالشهور بالعام ونص وكذا باسكو تاع الصح ماشي تاع الخرطي هو تاع خروط لما ما يهمناش السمر احنا اللي يهمنا هذا محمد حناش لما حناش اليوم راه في الماريكان تصور الجزائر عندها مدير امن خارجي يتلاقى مع نظرائه يعرفوه قتال مجرم وسرق وبروكسينات مدير امن خارجي سفير في امريكا مرتو سراقه ونسيتو سراقه وهو اكيد سراق كيفهم قائد اركان الجيش قتال قتال رئيس سراق اسمع سي ساك لالجيري دي فوايو هذا حناش ما يقدرش يتصرف كما تصرف السفيرة الأمريكية سنة إليزابيث مور ما يقدرش يتصرف كيف نو ويعيش الهي سوستا سوستا قسلت ما يقدرش هو يروح يدي رسالة احتجاج ورسالة إدانة ويروح الأمريكان يقول لهم واش الموقف تاعكم مسخر باش ما عندوش هذيك النوعيه ماهوش بهذيك النوعيه دونك لا مجال للمقارنه بين امراه سفيره اول دوله عظمى في العالم سفيره في الجزائر ورويجل احد الزلام من النظام لانه هذا ديما منبط ديما الاخر ويخدم يخدم سيادو رويجل يمثل الجزائر في اعظم قوه عالميه طبعا الجزائر واشني الجزائر في المرتبه 18 ما قبل الاخيره من ناحيه القيمه روح يا الجزائر يحكمها واحد بخنونه أبو كذيبة عاش من كذب وواحد بوال راح الجزائر ماهيش هذي الجزائر اللي كان يحمو بها بن بولعيد وعبان ديدوش وغيرها ربي يقدر خير بلادنا ودوك نشوفو
وكيفاش أبو خذيبة يحذر في زيارته قبل هذا. شوفوا زيارة، اسمع مليح، وزيرة الداخلية الصحراوية إلى ولاية العيون. هنقول لك وزير الداخلية الصحراوية قالك تزور ولاية العيون. شوفوا هذا بعد الجنجل.